بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ
فاستعذ بالله فاستعذ بالله تيسر من آيات سورة الأعراف. تلا علينا القارئ الشيخ محمد بهيري والمقيم بقرية طاروت. أيها السادة، شكر الله لكم جميعا باسم آل جبر الأكرمين. إلى هذا الحد يتوقف إرسالنا على أن نلتقي عقب صلاة العشاء، إلى أن ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه.